هذا سائل يقول: أنا مدرس، استأذنت من مديري يوما لأداء عمرة، فما حكم ذلك؟ هذا حسب النظام. إذا كان النظام يسمح لك ويعطيك هذه الإجازة حق لك فلا بأس بذلك، أما إذا كان النظام لا يسمح لك فإن أداء العمل واجب عليك والعمرة مستحبة، فلا تترك الواجب من أجل مستحب.